أهلا بكم إلى الأخبار الاقتصادية في العراق. أعلنت وزارة النفط مجموع الصادرات والإيرادات النفطية المتحققة لشهر نيسان الماضي، مشيرة إلى أن الأسعار تجاوزت 67 دولارا للبرميل الواحد. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت نحو 104 ملايين برميل، بإيرادات بلغت أكثر من 7 مليارات و10 ملايين دولار. وأشار إلى أن المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 3,466,000 برميل، مشيرا إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 67 دولارا. كشفت شركة جنرال إلكتريك أنها تنتج 55% من الطاقة الكهربائية في العراق، مشيرة إلى سعيها لإضافة 55% ميجاوات إلى المنظومة قبل نهاية العام الحالي. وقال المتحدث الرسمي باسم الشركة إن جنرال إلكتريك تجري محادثات مع الحكومة في بغداد لتعزيز قطاع الطاقة في جميع أنحاء البلاد، مبينة أن الشركة في تواصل مستمر ودائم لتقديم مشاريع مهمة وحاسمة لتلبية احتياجات الطاقة في العراق. وأضاف أن الشركة سبق وأن قامت خلال 8 شهور الماضية بتنفيذ عقود صيانة متعددة، مشيرا أيضا إلى السعي لتقديم عدد من المشاريع المهمة في المستقبل، من ضمنها 750 ميجاوات قبل نهاية هذه السنة. نظمت سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسبوع الحالي 4 جلسات للتداول في السوق النظامي و4 جلسات في السوق الثاني، وبلغ عدد الأسهم المتداولة لهذا الأسبوع 1,450,000,000 سهم بقيمة بلغت 1,076,000,000 دينار، وبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق 103 شركات، منها 58 شركة مساهمة في السوق النظامي و45 شركة مدرجة في السوق الثاني، فيما بلغ عدد الصفقات المنفذة 843 صفقة. أعلن المدير التنفيذي للمنطقة الحرة في أروند الإيرانية إسماعيل زماني إن صادرات إيران عبر منفذ الشلمش الحدودي تبلغ نحو 1,000,000,000 دولار سنويا. وأضاف زماني أن صادرات إيران عبر منفذ الشلمش تبلغ 1,000,000,000 دولار سنويا، بالإضافة إلى 220,000,000 دولار يدر على البلاد بواسطة المنتجات المحلية في منطقة أروند الحرة. وفي السياق ذاته صرح مساعد رئيس منطقة أروند التجارية الحرة علي موسوي أنه رغم الخسائر من جراء الفيضانات التي اجتاحت إيران في الشهر الماضي، فإن نسبة الاستثمارات في منطقة أروند الحرة قد ارتفعت بشكل لافت، حيث بلغت 248 مليار ريال خلال العام الجاري بنسبة نمو تقدر ب 18%. كشفت مديرية الزراعة في محافظة البصرة عن تضرر حقول القمح بنسب متفاوتة من جراء السيول والفيضانات. وقال مدير المديرية عامر سلمان إن مساحات حقول القمح المتضررة بسبب السيول والفيضانات التي حصلت خلال الأسابيع القليلة الماضية بلغت آلاف الدونمات، مضيفا أن الأضرار التي لحقت بالأنشطة الزراعية تركزت في مناطق واقعة شمالية المحافظة. نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي. ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة.